بالنسبه للمغرب الرياضي الفاسي كتعيش مشاكل كما كيعيشوا جميع الفرق الوطنيه المغربيه، الا ان الحمد لله اليوم برئاسه السي مروان بناني وبالمساند الرسمي ديالو السي اسماعيل الجامعي، ان شاء الله المصادر تتخطى كل هذه المراحل، هذه ديك المراحل الصعبه غتخطاها، لان اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم كاين واحد الامل، كاين واحد البصيص ديال 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 النور اللي ولا كي 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 كيطل على 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 فريق المغرب الفاسي وعلى مدينه فاس. هو الناس اللي جايين، لان ما باغيين حتى شي حاجه السي مروان بناني ولا السي اسماعيل الجامعي، باغيين غير كره القدم وفريق المغرب الرياضي الفاسي يرجع للامجاد ديالو ويرجع كما كان فريق اللي كيضرب به مثلا في المغرب ولا خارج المغرب. الحقيقه ما نقدرش نلوم الجمهور، لان الجمهور عاشق للفريق الاصفر. لما كتشوف ذاك الجمهور رغم ان البعد ديال الملعب ورغم ان الظروف الجويه اللي كيكون البرد والشتاء وسمو، وكيعاني الجمهور باش يوصل للملعب وكيشوف الفريق ديالو، ولا باغي يشوف فريق كبير، ولكن باش كنهضر انا الجمهور ما كيعرفش شنو كيروج داخل الفريق، ما كيعرفش اش كيروج في التسيير ديال الفريق. السي مروان بناني والسي اسماعيل الجامعي والمجموعه اللي معاهم راه خداو واحد الفريق منهك ماديا ومعنويا واخلاقيا. راه السي المريسي راه بان راه نهك الفريق لواحد الدرجه ما تصورش، واش كينتقم من الماس ولا كينتقم من مدينه فاس، الله اعلم. لان الطريقه اللي خلى بها الفريق راه يمدى لها الجابين. السي المريسي راه خدا الفريق من عند السي رشيد ولي العالمي وعليه 300 مليون ديال الدين وفي القسم الوطني الاول، وسلموا جوج التهاميذ لمروان بناني والسي اسماعيل بحيث عليه اكثر من 2 مليار ديال الديون، وفي القسم الوطني الثاني واللاعبين كلهم العقود ديالهم اللي مشات ولي العقود ديالهم للسنوات الفارطه كلها ما مخلصاش، لان اليوم كل شيء راه داخل الليتيج مع الماس في الجامعه، بحيث حتى دابا الفلوس اللي خص ديك البروميير ترونش والدوزيام ترونش راه ما كدوش للماس، لان كل شيء كيدوز للجامعه على حسب اللاعبين اللي خلى السي المرنيسي، لان الا كانت شي كارثه وقعت للماس راه جات على يد المرنيسي. واحد السنين هو السي المرنيسي كيري في فريق هو المجموعه ديالو، الناس اليوم جاوا يبنيو، خص شويه الصبر. مهما كيجي مثلا اول مره كتسمع في التاريخ ديال الماس بان السي اسماعيل الجامعي من ماله الخاص خدا قطعه ارضيه واللي غيدير واحد المركز ديال المغرب الرياضي الفاسي، غيكون احسن مركز تقريبا في افريقيا سمو المدرسه ديال المغرب الرياضي الفاسي. دونك هذا راه عمل جبار، وهاد الناس راه جاو يخدموا، وهاد الناس ما عطانيش على شي واحد يعطيهم ولا شي واحد يجيب ليهم ولا شي واحد يعاونهم، عندهم الامكانيات الماديه الخاصه ديالهم الشخصيه اللي باغيين يسيروا بها هذا النادي وباغيين يوصلوا به للمصاف ديال الفرق الكبيره. دابا السي رشيد دابا دائما كندوي على المشكل الكبير، راه المشكل كاين من السنين، هادي راه ما خلقوش هاد الناس. دابا انا قلت لك في الاول، انسان الا بغى يبني راه خصك تصبر عليه، ولا بغى يهدم راه خصك تقول له سيدي الله يخليك 3 4 ايام بغيتك تريب لهاد العمره راه غريبه، ولا بغى يبني خصك تصبر عليه. شوف اش كيدير بعدا، شوف الاشغال، شوف العمل اللي كيقوم به، شوف ملي تشوف العمل ديالو ماشي هو هذاك، ما غاديش في الاتجاه ديال حب الفريق، ولا غادي ولا تشوفه مثلا كينهب في ماليه الفريق كما كان من قبل، ولا شي حاجه ديك الساعه يمكن لك تتكلم. هو الجمهور كنظن ان خصو يكون ذكي. حنا راه كنا الامنيه ديالي انا تجي تقلب الدم ديالي، انا رغم في السن ديالي هذه راه فايت 60 سنه، راه انا راه الدم ديالي صفر كما كيقولوا، راه شي من انا الماس خصني نتفرج فيها كل اسبوع ولا بد، حتى ملي ما كنكونش حاضر في التيران. اليوم راه الحمد لله كاين مواقع الكترونيه كنتبع الماتشات كلهم في المواقع الالكترونيه. لا ما اختفاش السي مروان بناني، يطلبوا الله يشافيه، عنده وعكه صحيه والحمد لله، راه عندهم الحمد لله واحد الوئام هو والسي اسماعيل الجامعي، ما نقولوش شكون هذا وشكون هذا، الحمد لله كيشتغلوا بيد وحده وكيشتغلوا الحمد لله لمصلحه المغرب الرياضي الفاسي، ما نقدروش نفرقوا بيناتهم. هذوك انا نطلب لهم دائما يبقى هذا الود بيناتهم باش ان شاء الله الرحمن الرحيم ينهضوا بهذا الفريق ويطلعوا به للقسم الوطني الاول. ما عندهم الخريطه ما يديروا، لان يكذب عليك كذب، انا سيرت في الماس سنين
ودائما كنسمع هاد الهضره، المعارضه كدير المعارضه كدير والمعارضه كتقول المعارضه كدير، شي هضره خاويه. قال لك اللي المشحشك ملي ما كيوصلش ليا كيقول خانزه، راه هذه هضره خاويه. شي انا تفرجت مقابلات، خمسه د المقابلات ديال الماس حرام تعادل فيهم، راه بعض المرات راه الزهر لحد ما كيساعدكش. شفت المقابله ديال الراكنه في مدينه الدار البيضاء، على الاقل كانت الماس تخرج خاصه رابحه باربعه ولا بخمسه. شفت المقابله ديال الواف والماس، على الاقل الماس كتخرج رابحه بثلاثه ولا اربعه ديال الاهداف. شفت المقابله ديال تادلا، شفت الماس تاد الماس في 45 دقيقه الاولى كلها هجم على تادلا، فاذا به في واحد هذاك كونتراتاك تادلا ماركيت البيت الاول، والبيت الثاني خطا من المدافع، هادشي كتوقع عادي في كره القدم، سجل علينا البيت الثاني ورجعنا في النتيجه. راه كاين بعض المرات الحظ ما كيساعدش، راه بعض المرات الحظ ما كيساعدكش، راه كتكون الفرقه مزيانه واقفه مزيان كتوصل هذه، والفروق كامله ما تنساش بان الفرق ديال القسم الوطني الثاني راه لما كتكون لعبه مع الماس راه كتكون لعبه مع الماس، عارف راسها جايه مع الماس، ما لعبش مع اي فريق. هي باقي كتشوف ديك الهيبه ديال الماس في القسم الوطني الاول والفريق ديال الالقاب، وما تنساوش بان راه المغرب فاسي راه رابع فريق في الالقاب في المغرب، راه رابع فريق، راه ما كاينش كاين ثلاثه، كاين الرجاء والوداد والجيش والماس، هادو اربعه الفرق اللي عندهم الالقاب. دابا لي السيد كان سيد الماس هو السيد المرنسي، المرنسي ما عندوش فلوس، ما كيجبدش فلوس. المرنسي ملي كان من العام اللي فات هو الهضره ديالو انا غنسير الماس، ملي كيسولوا الناس باش غادي نبيع بن الشرقي، هو هضرته ما كيقولش بان عندي شي استثمار ولا عندي شي مستشعر ولا غنجيب شي حاجه. هاد الناس دابا اللي كاينين حاليا سي مروان وسي اسماعيل الجامعي ما كيقولوش هضره، يقول لك حنا غنسيروا الماس مسائل ديالنا الخاصه، حنا ما كنتسناو لا الناصري ولا غير الناصري، الناصري غيخلص غيخلص. وعار على الناصري ان الوداد فرق كبير دابا، وملي كتشوف دابا شحال من قضيه عند الطاس وعند الفيفا وعند سميت الوداد، انا كنخجل والله العظيم كنخجل كمغربي وكمحب ديال الوداد من بعد الماس. انا راه من بعد الماس راه كنحب الوداد لان ولادي كلهم ودادي. الناصري بات التلاعبات ديالو هادشي راه ما خدامش، راه ما يمكنش لاعب تبع 5 مليار احقق كونفونسيون مليار بين 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 الوداد والهلال السعودي ومليار اعانه، وهاد الوداد ولات كطلب من الناس كيعطوك الاعانه. واخا والغريب في الامر هو ان في الجمع العام ديالهم 3 المليار والزايد دازت كهيبه من عند من الله اعلم. واش كاين شي واحد في هاد البلاد في المغرب كيعطي هيبه ب 3 المليار وما يذكرش الاسم ديالو كهيبه للوداد؟ شكون هاد الفاعل الخير هذا اللي شي بيني وبينك؟ راه غير داك كان شوف حنا مع كامل الاسف الرياضي ديالنا ما تقدمش حيت ما عندناش محاسبه دقيقه. جاب الجامعه ما عندهاش دخل، الجامعه خصها تدقق الحسابات ديال الفروق المداخيل والمصاريف كما وقع على برا، كما وقع مع الفرق الاوروبيه، راه فرق دات تيتر دكدون قداش ونزلوا من الهوات لان ما عندوش تدقيق الحسابات. انا ما يجيش فريق سميتو فريق كبير سميتو الوداد ويقول لك انا فرقه دارت معايا كونفونسيون عطاتني 2 مليار وعطاتني هيبه مليار وباعت لعاب ب 2 مليار. واش باقي كيهضروا اليوم؟ راه عهد الانترنت هذا وعهد الاجواء المفتوحه، ما بقاوش يهضروا على الناس يكذبوا على الناس، ما يقولوش حاجه اللي هي معقوله. شتي ملي تقول شي حاجه معقوله الناس غيصدقوك، وملي تبقى تهضر هاد الخزعبيلات هادو راه الناس اصاحبي راه الدري دابا عنده 6 سنين 7 سنين كتلقاه شاد الانترنت داخل الفيسبوك داخل القيامه كحال راه يدوخك الدري عنده 6 سنين. لان المسار راه راسلت الهلال السعودي المراسله الاولى والثانيه والثالثه الا ما جاوبت، والثانيه اللي ما جاوبتهاش راه ديريكت تتصل للطاس. حنا كتبنا الهلال ما جاوبوناش، الله يخليك بغينا نجاوب انتم الطاس تجاوبنا. راه الناس ما تكونش غلطه، والسي الناصري وراه حنا عايشين في الالفيه الثالثه وافق من النعاس، راه الوداد في وداد الامه راه فرقه كبيره، راه خصها تكون كبيره بالاسم ديالها بالجمهور ديالها بالسمعه ديالها بالرؤساء ديالها بكل شيء ديالها، خصها تكون كبيره حتى بالمعامله ديالها بالمعاملات ديالها، لان ذاك الفريق راه كيبغي وعنده الانصار ديالو في جميع انحاء العالم، راه خصنا حنا نكبروا الفروق ديالنا ما نبقاوش نصغروهم بهذا الشيء هذا. لا حيت الماس انا نقول لك اللاعبين يلعبوا مع الوداد ما عطاتوش. اسمع نقول لك نعطيك التاريخ. الماس الوداد راه واحد 15 عام ما داتش شي لقب، والعام اللي خدات السقاط ومراد فالح من الماس هو العام الاولي من بعد 15 عام اول لقب داوه الماس. شوف الماس كتعامل مع الوداد كاسره،
حنا عمرنا الوداد كنقول الاسره ديالنا. انا كندوي معاك اللي وقعت العقد ديال مراد فلاح وقعته مع الوداد لانك اسره. حنا ديك الساعات كنهضر ما كنهضروش شي حاجه اللي فكروش من الماس للوداد. عاد شحال ديال اللعابه، نعطيك مجيد ايام زمان شحال ديال اللعابه راه كاينه معامله مزيانه. ما جيتش واحد دابا يخسر هذه المعامله هكاك لا في سبيل الله، راه كاين واحد الحق. ثانيا انا نمشي معك لهذه المنطقه سيدي بان الوداد باعت اللاعب بجمليار هو السي النصيري، انا ما نكسب لك ما نعيط لك ما والو. انت ياك دخلتي فلوسك من الهلال السعودي، وملي خلتي فلوسك خصك غادي تصيفط لي فلوسي انايا. وديك الساعات اللي ما نقنعش بالفلوس قول لي انا باش بعد داك اللاعب راه عندك في الكونت الحساب ديالك، الا ما عجبك داك الفلوس وما تقتيش بيا سير دعيني. هو ما صافط 400 ما صافط 300 ما صافط 500 كيقول لي تيج. دوك انت اللي خلق لي تيج، انت ما بغيتش تخلص الماس لا بريال لا بجوج، ولا كتقلب على هادشي حيت سحبتو باقي المرنيسي، سحبتو باقي المرنيسي اللي كيطلب باش يسير الماس. ودابا الحمد لله بوجود السي مروان والسي اسماعيل الجامعي راه ما يطلبوا ما والو، راه الماس غتسير وغتمشي مزيان ان شاء الله وكلشي غيكون في المستوى. وبوجود اشخاص اخرين باش ما نذكرش السميه، راه كاين اشخاص اخرين الحمد لله مستشارين فيما فيهم السيد بوزوباع، فيهم ناس مستشارين مساويين بيور ما فيها لا اذا ولا حتى، وكيغيروا على المدينه وكيغيروا على الفريق ديالهم، وان شاء الله اليوم الماس ما توقفش. دابا الملعب راه مشكل خالق للفرق المغربيه كامله. هاد السياسه هادي راه ما فهمناهاش. فريق تشوف فريق كاين الوداد ولا كاين الرجاء لاعبين الشامبيونز ليغ والاخرين لاعبين لاكاف وما عندهمش تيران فاش غيلعبوا، واش ماشي الحماق هذا؟ اكادير لعبه حتى هي لاكاف ما عندهاش فين تلعب، طنجه الشامبيونز ليغ ما عندهاش فين تلعب، وزيد على الفرق ديال القسم الوطني الثاني. هذا راه مشكل عويص هذا. هاد الناس اللي واخدين هاد السياسه هذه خصهم يعودوا النظر الا بغينا حنا كره القدم ديالنا تقدم وتزيد القدام. ولا كنا نبقاو عايشين غير في لعابات، واش التيران كيتسد 4 شهور 5 شهور 6 شهور يقول لك 22 مليار كيتحل سيمانه 22 مليار مشات لا حاسب لا رقيب. حتى شي واحد يجي يتحاسب مع داك خايفين في مشات 22 مليار ما كاينش. و 22 مليار نعرفوا غير فين مشات، ملي كتدخل الملعب حاجه كتلقى المراحيض خانزين وفي مشات 22 مليار كيلعبوا سيمانه الكازون كيتقلع. والله يا ودي راه مال الشعب هذا، راه هادشي راه بزاف. هادشي راه بين زعما انا الرياضه خص فيها اعاده النظر بزاف، خص لان واحد الميدان كتروج فيه فلوس كبيره ماشي صغيره، كتروج فيه الملايير المتمليره ولكن فيه الفساد كثير. فيه واحد الفساد، انا سيرت تقريبا واحد 20 عام ولا اكثر اللي سيرت، وشفت شي مسائل كاين زعما الشيطان يحشم يديرو في الرياض وحق الله العظيم الشيطان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.